السلام عليكم ورحمة الله من استديو الأخبار، أحييكم إلى نشرة إخبارية مفصلة، وإليكم أبرز العناوين. انتفاضة شعبية جديدة تندد بالانقلاب وتطلب باستعادة مؤسسات الدولة. سلحوا الحوثي يهاجمون بالرصاص الحي مسيرة حاشدة في الحديدة. اللجان الأمنية في أقاليم عدن ومأرب تعلن انحيازها إلى اليمن الاتحادي. تعز عدن أبيان. إلى التفاصيل. انتفضت العاصمة صنعاء ومدن أخرى اليوم السبت بخروج مسيرات حاشدة تعد الأكبر منذ الانقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بممارسات مسلحي الحوثي التي تدمر مقومات الدولة وتمزق النسيج الاجتماعي والوطني. غابت الصرخة وعادت شعارات 2011 للواجهة من جديد لتعود المغيبة منذ أكثر من 4 أعوام، حيث بدأت اليوم أولى علاماتها بالظهور. ساحة التغيير بشعارها الشامخ الذي حاول البعض تغطيته بإلباسه ثوبا آخر غير ثوبه المعروف عنه، انتفضت اخيرا معلنة رفض كل من جاء مشيرا سلاحه نحو الدولة، متخذا القوة طريقا وحيدا نحو التغيير، وذلك عن طريق الشعب الذي ينفذون اجندتهم باسمه. اراد هؤلاء عبر الصراخ باصواتهم ان يقولوا لمن يهمه الامر انهم لم يستطيعوا فرض الامر الواقع عليهم، وانهم لم يقبلوا بالانقلاب مهما كانت مسمياته. شعاراتهم الكثيرة التي قيلت في هذه المسيرة أكدت أنه لا مجال للتراجع عن اليمن الجديد الذي سعى له اليمنيون منذ 4 أعوام. خرجنا لرفضنا للانقلاب من قبل ميليشيات التابعة لعبد الملك الحوثي والمخلوع عفاش، ولكي نطهر البلاد وتستمر ثورتنا حتى نسقط هذه القلة التي تريد أن تحكم البلاد بقوة السلاح. ضد الانقلاب، ضد إرهاب الحوثي، ضد تهديد الدولة وأمن الدولة ووحدة الدولة، ضد كل ما يفعله الحوثي وميليشياته من إرهاب وتدمير وتفجير. نحن ضد الحوثي، ونعم نعم للدولة الديمقراطية الموحدة. نرفض الكذبة التي جاء بها الحوثي، نرفض الكذبة التي جاء بحجة الجرعة، ولم تسقط الجرعة بل سادت الأسعار. المحتجون أكدوا أن الإنجاز الوحيد لجماعة الحوثي هو يمن بلا حكومة أو رئيس، إضافة إلى تدهور أمني واقتصادي مريع. متناقضات كثيرة يعيشها اليمن في هذه الفترة الحرجة من تاريخها، ليجد الشعب اليمني نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانهيار الكامل والذهاب عبر قطار الخراب السريع الذي اخترعه الرئيس المخلوع نحو الهاوية، أو الوقوف أمامه مرة أخرى في ثورة مستأنفة، وهو الخيار الذي اختاره هؤلاء خرجوا اليوم ليعلنوا أنهم سيقفون ضد مشروع الهيمنة على كل أنحاء اليمن بالقوة. وأكدت الحشود المشاركة في المسيرة الجماهيرية التي شهدتها العاصمة اليوم عن رفضهم الكامل للانقلاب. اليوم خرجنا لأجل دحر الانقلاب اللي قاموا به المتمردين الحوثيين، ولنعلن صوتنا أن القوى المدنية هي الحل لهذه البلاد. نحن كنا من مناصرين الحوثيين، لكن الآن تبين وجههم الأسود والعميل للدول الخارجية، وتبين أنهم لا يريدون مصلحة الوطن بل شتات الوطن. سبب خروجنا هو لإنقاذ يمننا، لإنقاذ أمنا اليمن من العصبيات العفنة، من العصبيات العصابات المافوية الميليشاوية التي تتقدم الآن لتذبح اليمن، تتقدم بعصبيتها المنتنة هذه لتذبح اليمن. نحن نقول للجميع إلى أن اليمن لابد أن تكون يمن المواطنة القانونية لجميع أبنائها.
رئيس سعد بصوتي، لا يسقطه إلا صوتي. لا يحق لكل من يحمل السلاح أن يغير. نريد أن نؤصل لأمر واحد، أن الشعوب تتحمل نتيجة اختياراتها. اخترتم هذا الرئيس، تحملوا نتيجة اختياراتكم حتى تنتهي مدته. لو فتحنا المجال لكل من استقوى بالسلاح لإسقاط رئيس منتخب، ستصبح البلد عبارة عن غابة، القوي يأكل الضعيف. اللي حدث مسرحية، وإحنا هنا لرفض الانقلاب، رفض الميليشيات الحوثية ورفض سيطرتها على اليمن بقوة وعلى القرار اليمني ومع الوحدة اليمنية، وضد الانقلاب، ضد الانقلاب. هذه الحشود الثورية التي خرجت اليوم هي تندد بالانقلاب على الدولة من قبل ميليشيا الحوثي وإعادة النظام السابق بصورة غير أخلاقية المتمثلة بعودة علي عبد الله صالح التي رفضته الثورة، ثورة 11 فبراير 2011. نحن اليوم نخرج بمسيرة حاشدة رفضا للانقلاب عبد الملك الحوثي وأزلامه على هذا الوطن، ونقول ارحلوا عن أرضنا. خرجنا لرفض الهمجية، خرجنا لرفض الانقلاب ولإعادة الدولة المدنية إلى مسارها، إلى على مسارها الصحيح. ضد الجماعات المسلحة اللي هي أنصار الحوثي، ضروري أن تخرج من العاصمة صنعاء. ضد الانقلاب، وأيضا ضد أن اتهام أبناء محافظة مارب بأنهم قاعدة. أنا كامرأة من محافظة مارب لسنا قاعدة. أصيب 7 أشخاص بينهم امرأة بجروح جراء اعتداء مسلحي الحوثي بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على مسيرة حاشدة نظمها الحراك التهامي وشباب ثورة 11 من فبراير في مدينة الحديدة عصر اليوم أثناء مرورهم بجوار قلعة الكورنيش. ويظهر في الصور مسلح الحوثي وهم يطلقون الرصاص الحي ويحاولون اختطاف عدد من شباب الحراك التهامي وشباب الثورة. وقال المتظاهرون الغاضبون أنهم سيواصلون ثورتهم حتى استعادة كافة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار ومسودة الدستور اليمني الجديد. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا عبد الحفيظ الحطامي. عبد الحفيظ، أولا ما هي حصيلة الاعتداء الذي تعرض له شباب تهامة اليوم؟ أخي ماجد، المسيرة اليوم كانت حاشدة، المسيرة دعا لها الحركة التهامي وشارك فيها شباب الثورة. جابت العديد من شوارع مدينة الحديدة، باب مشرف، شارع صنعاء، ثم اتجهت باتجاه الكورنيش. وأثناء مرور هذه المسيرة من جوار قلعة الكورنيش التي استولى عليها الحوثيون، وهي بالمناسبة كانت مقر لإدارة المديرية الحوك في قلب مدينة الحديدة، أثناء مرور المسيرة من هناك قام مسلح الحوثي بإطلاق الرصاص في محاولة لتفريق هذه المسيرة، وحاولوا اختطاف عدد من نشطاء الحراك التهامي وأيضا نشطاء شباب ثورة 11 من فبراير. سقط الحد حتى لهذه اللحظة 7 أشخاص جرحى بشظايا رصاص، بعضهم وأحدهم أصيب بكسر في اليد وآخر بشظايا في الظهر. ومن بين المصابين أيضا امرأة ساكنة في أحد الأحياء المجاورة للمكان الذي حدثت فيه هذه الاشتباكات. نعم. المسيرة اليوم نددت بأعمال العنف، نددت، اتهمت ميليشيات الحوثي بما قالت بأنه اغتيال للديمقراطية واغتيال لأحلام اليمنيين في السيطرة بقوة السلاح على مؤسسات الدولة، وانتهاء باستيلاء على مؤسسة الرئاسة وعلى الحكومة وعلى كافة مؤسسات الدولة. نعم. مطالبة كافة العقلاء في اليمن لاستعادة أحلام اليمنيين التي كتبها اليمنيين بالدم في ثورة 11 من فبراير، وضحى من أجلها الكثير من شباب الثورة، مؤكدين أن الثورة ولدت من جديد. نعم. وأنها بدأت في تهامة، وأنهم يلبون دعوات أجدادهم في ثورة الزرانيق
التي قوضت حكم الإمامة حينها. بالمناسبة أخي ماجد، من ضمن المختطفين وممن طاردهم مسلحو الحوثي اليوم الزميل أحمد السعيدي، وهو مصور أحد المصورين قناة سهيل هنا في مدينة الحديدة، وتم التعاون أحد المنازل المجاورة للمنطقة التي حدث فيها الاعتداء على هذه المسيرة بإخفاء الزميل أحمد السعيدي في أحد هذه المنازل وكاميرته، ومن ثم تمكننا من إخراج الزميل أحمد السعيدي، ومعظم الصور التي نشرت اليوم في القنوات الفضائية تعود للزميل أحمد السعيدي. أيضا هناك حاول المسلحون اختطاف عدد من النشطاء، إلا أن قيادات الحركة التهامي وشباب الثورة تمكنوا من تخليص هؤلاء الشباب وهؤلاء الناشطين من قبضة مسلحي الحوثي الذين يظهرون في مدججين بالأسلحة. نعم عبد الحفيظ، رغم هذه الانتهاكات المستمرة من قبل مسلحي جماعة الحوثي في الحديدة، هل ما زالت الدعوات مستمرة لمزيد من المسيرات من المظاهرات المنددة لهذه الجماعة؟ نعم أخي ماجد، مسيرة الأمس التي هب شارك فيها الآلاف من أبناء تهامة من مختلف مديريات الحديدة، واليوم أيضا شاركت معظم مديريات المدينة وشارك فيها الكثير من الشباب. هناك دعوات اليوم في صفحات الفيسبوك والإعلام الجديد بقيام باعتصامات في عدد من الجولات والشوارع وتنفيذ وقفات احتجاجية دعا لها شباب الثورة، وكذلك أيضا نشطاء من الحراك التهامي وكافة المكونات المجتمعية. نعم. يقدر القول أن القيادات المجتمعية في الحديدة وشخصيات اجتماعية في وكالة في الحراك أو في شباب الثورة أو مشايخ يدرسون قضية موضوع الإقليم اتهام الذي يتعرض ما اسمه في بيان اليوم في للحركة التهامي بأنه محتل من قبل مسلحي وميليشيات الحوثي هنا. نعم. والتي تنهب إيرادات هذه المحافظة لصالح هؤلاء المسلحين على مرأة ومسمع قيادة السلطة المحلية التي نصبت بقوة السلاح وبقوة. نعم. المدفع هنا في محافظة الحديدة، وتم الاستيلاء على أهم محافظة بالجمهورية والتي ترفد ميزانية الدولة بما يقارب 70-60% من الخزينة العامة، والتي للأسف اليوم يتم نهبها بالقوة من قبل ميليشيات. نعم. الحوثي هناك كلما زاد قمع الحوثيين ومسلح الحوثي بشباب الحديدة وشباب تهامة، هناك أيضا تنامي بثورة الوعي الحقوق. نعم. الانتزاع الحقوق والحريات هنا في محافظة الحديدة من قبل شباب الثورة وشباب الحراك وكافة المكونات المجتمعية. عبد الحفيظ الحطامي مراسلنا في الحديدة، شكرا جزيلا لك. خرجت اليوم مدينة تعز في مسيرة حاشدة للمطالبة باستعادة ثورة 11 من فبراير وإخراج المسلحين الحوثيين من العاصمة والمدن التي سيطروا عليها وإنهاء حالة اللادولة التي تعيشها البلاد. لا تسامح مع الانقلاب ولا وقت للتراخي والانتظار، فالوطن ينادينا. هم أبناء تعز بمسيرتهم الحاشدة اليوم. تعز مهد الثورة والمدافع الأول عنها، وأبناؤها اليوم بكل توجهاتهم قد توحدوا وهتفوا بأعلى أصواتهم: نحن هنا وأصواتنا أعلى من رصاص وقذائف المتآمرين. كل يوم وهذه الشوارع تمتلئ بالشباب الرافضين بيع اليمن للأجنبي، والرافضين لأن يكونوا من غير دولة ولا نظام ولا قانون ولا وطن، فالوطن أغلى من كل غالي. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. المشاركون في مسيرة تعز أكدوا أن اليمنيين سيواجهون بسلميتهم الإرهاب والعنف دون تردد، مجددين تمسكهم بمخرجات الحوار خصوصا فيما يتعلق بالأقاليم. الميليشيات كلما دخلت مدينة كلما اتضحت أفكارهم الخبيثة والعمالة لإيران وتنسيقهم مع علي عفاش، لكن الحمد لله أنهم ساعدونا لنعود بثورتنا من جديد. هذه الميليشيات التي تقود البلاد تعتبر ليست شرعية، وهي تقود البلاد إلى أين؟
إلى الملكية أم إلى الإمامية؟ ماذا ستفعل بدستور البلاد وجمهورية البلاد؟ نحن نحس بهذه الميليشيات المسلحة التي اغتصبت السلطة أنها تريد أن تذهب بالبلاد إلى الهاوية. أصواتنا ستغلب بنادقكم، وبشعون أن يكون الحل رصاصة، ولأنهم لا يؤمنون بالحوار وإنما يؤمنون بحوار البنادق، وإنما نحن نقول لهم بشع أن يكون الحل رصاصة. سنتصدر لهم كما تصدرنا في الماضي بصدور عارية ومهما كان. الميليشيات الحوثية الآن في وضع تجر فيه البلد إلى مهاوي الرداء، وهذا الأمر لم يكن مستغربا علينا، فقد كنا نعلم به مسبقا. لا نريد ثورة بطابع عنصري، ما يحدث في صنعاء هي ثورة بطابع عنصري، والشعب اليمني لن يسكت عن هذا. إما أن يعيدوا المؤسسات الشرعية أن تنفذ هذه ما اتفقوا عليه في مخرجات الحوار، أو أن كل الأقاليم ستعلن عن أنفس نفسها وتبني مدنها بأنفسها. رسالتنا للحوثي بأن سلاحهم ليس أقوى من أقلامنا وكلماتنا، فثورتنا مستمرة، وأبناء تعز وجميع أبناء شباب اليمن في جميع المحافظات ثورتهم مستمرة، وسوف يكررون الخروج يوميا حتى يسقط الانقلاب وتسقط وترحل عنا الميليشيات المسلحة. عقدت المكونات الرئيسية بتعز من أحزاب وشخصيات اجتماعية وأعضاء مجلس النواب اجتماعا في المركز الثقافي لتدارس الأحداث التي تمر بها البلاد. وأكد عضو مجلس النواب عبد السلام الدهبلي أن تعز تتبع أمنيا وعسكريا المنطقة العسكرية الرابعة وفقا لهيكلة القوات المسلحة التي صدر بها قرار جمهوري، والتي تضم عدن والضالع ولحج وأبين. فيما طالب عبد الحكيم شرف الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك السلطة المحلية بتحمل مسؤوليتها وعدم تلقي أي توجيهات من صنعاء بعد الانقلاب على مؤسسات الدولة الرسمية. وبقرار جمهوري تابعين في هذه المحافظة للمنطقة الرابعة، عسكريا كما كان في القرار الجمهوري قائد المنطقة الرابعة الذي تضم تعز، عدن، أبين، لاحج، الضالع. ونحن اليوم بحاجة إلى أمن، ونعلن تمسكنا بهذا القرار. على السلطة المحلية تحمل مسؤوليتها التاريخية لرفض الانقلاب وعدم الاستجابة لأي قرارات أو توجيهات، وذلك لانعدام الشرعية ودخول البلد في فراغ سياسي ودستوري بعد الانقلاب على رئيس الجمهورية والحكومة والعملية السياسية. شارك الآلاف في محافظة إب بمسيرة رافضة للانقلاب على مؤسسات الدولة ومخرجات الحوار الوطني، كما نددوا بإهانة رموز الدولة وإجبارهم بقوة السلاح على تقديم استقالتهم. إب الأبية ثورة سلمية في مواجهة الانقلاب على مؤسسات الدولة اليمنية، هتافات وشعارات رافضة للميليشيا المسلحة والاتفاقات الهادفة للانقلاب على وثيقة مخرجات الحوار الوطني على حد وصف المتطرفين. رفض الميليشيات أيا كانت، وسوف نحقق النصر بإذن الله تعالى، وين نقدر لا عباس ولا الحوثيين. ميليشيا الحوثي اقتحمت باكرا ساحة الحرية بإب بأطقمها ومسلحيها، إلا أن المشاركين أرغموها بهتافاتهم السلمية على مغادرة الساحة واستمرت المسيرة السلمية. لا تقوهم ولا تستفزوا، نحن هنا بسلميتنا ترحبهم ولنا مطالب ضد الانقلاب. يا شعب اليمن، ما احناش مواشين بتاعوا اشتروا منا، احنا احرار، احنا من الناس اللي سام بالنار. اب في مشهد ثوري جديد لن يتوقف حتى استرداد الدولة
وتحقيق حلم اليمنيين بالدولة المدنية الاتحادية. أكد مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات بمحافظة إب تبني الموقف الشعبي بالمحافظة الرافض للميليشيات المسلحة والانقلاب على مؤسسات الدولة. وطلب المجلس الذي أشهر اليوم بالتحقيق العاجل والشفاف بالجرائم التي ارتكبت بمحافظة إب من الاغتيالات والتفجيرات والاقتحامات للمنازل. الاجتماع اليوم هو اجتماع مجلس التنسيق نقابات اتحادات منظمات المجتمع المدني محافظة إب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كمنظمات مجتمع مدني ونظرا لما ألت إليه الأوضاع الأمنية والسياسية باليمن بشكل عام وبالمحافظة بشكل خاص والتي زادت من معاناة أبناء المحافظة. وتم الاتفاق أولا على تأسيس مجلس تنسيقي لنقابة اتحاد المنظمات المدنية بالمحافظة وانتخاب الرئيس للجنة التحضيرية. طبعا الهدف من اجتماعنا اليوم ان احنا جمعنا نقابات اتحادات منظمات بحيث نخرج بهدف ورؤية للعمل مع الى جانب السلطة المحلية وتعزيز دورها وتفعيل دورها مع الجهات الأمنية، ثم جانب ضغطي ايضا جانب ضغط على تفعيل دوره المحافظة على أمن المحافظة رفع المظاهر المسلحة. شهدت مدينة البيضاء مسيرة جماهيرية حاشدة لإسقاط الانقلاب والحفاظ على وحدة الوطن ومؤسسات الدولة. وفي المسيرة الجماهيرية الحاشدة رفع المتظاهرون شعارات وهتافات منددة بالجرائم والانتهاكات الحوثية التي تستهدف الدولة اليمنية ومؤسساتها الرسمية والشرعية. ودعا المشاركون أبناء البيضاء للوقوف صفا واحدا ويدا واحدة قبائل وأحزاب ومنظمات لإيقاف ما أسموه بالغزو الحوثي للمحافظة والتصدي لأي هجوم على أراضي إقليم سبا بشكل خاص والوطن بشكل عام. نرفض رفضنا للانقلاب ومقاومته بقوة السلاح. الله أكبر. اثنين، دعوتنا للسلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية بعدم التعامل مع الانقلابيين ورفض أي قرارات من صنعاء. الله أكبر. نؤيد كل قرارات قيادة أقليم وندعو إخواننا قيادة أقليم الجند بالالتحاق والانضمام الى اقاليم عدن وحضرموت وسبا. نعلن عن ان اقليمي اذان وتهامه محتلين بقوه السلاح وندعو القوى الوطنيه بمقاومه الاحتلال الهمجي. نفذت حركة رفض بمحافظة ذمار سلسلة بشرية بمشاركة واسعة من المنظمات المجتمعية والمكونات الثورية. السلسلة البشرية امتدت من أمام مكتبة البردونية على امتداد خط صنعاء تعز، وقد تحولت السلسلة إلى مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة منددة بما قام به مسلح الحوثي من انقلاب على مؤسسات الدولة. وتعهد المتظاهرون باستمرار التحرك الشعبي والثوري لاستعادة البلاد من قبضة المسلحين وجماعات العنف. دعا مجلس شباب الثورة في اليمن قوى الثورة 11 من فبراير إلى تدارس إعلان مجلس رئاسي انتقالي وحكومة انتقالية لإدارة البلاد مؤقتا حتى استعادة العاصمة حد قوله. دعا مجلس الثورة في اليمن قوى الثورة 11 من فبراير إلى تدارس إعلان مجلس رئاسي انتقالي وحكومة انتقالية لإدارة البلاد مؤقتا حتى استعادة العاصمة. ووصف المجلس سيطرة الحوثيين على العاصمة وقصر الرئاسة بأنها انقلاب دموي عنصري قامت به فئة صغيرة تريد الاستحواذ على الثروة والسلطة دون كل اليمنيين حد قوله.
كما حيى المجلس استقالة هادي ورئيس حكومته باعتبار ذلك يصب في سحب الشرعية التي كانت تتمتع بها جماعة الحوثي حد وصفه. ودعا المجلس في بيان له كافة أبناء اليمن في عموم المحافظات إلى إسقاط الانقلاب ورفض أي صيغة للحكم تعلن عنها جماعة الحوثي. ورأى المجلس أن يظل هادي رئيسا شرعيا حتى تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية من قبل قوى ثورة فبراير. وأشار إلى أن مهمة المجلس الرئاسي هي التهيئة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والذهاب إلى الانتخابات. دعا النائب اليمني علي عشال مجلس النواب إلى عقد الجلسة الاستثنائية الخاصة بالنظر في استقالة الرئيس عبد الرب منصور هادي خارج العاصمة صنعاء نظرا لتطورات الأمنية داخلها. وأشار النائب عشال إلى أنه لا شرعية لانعقاد البرلمان على سنة الرماح في صنعاء بعد الانقلاب الذي حصل في العاصمة والحصار الذي تفرضه الميليشيات على الرئيس والمؤسسات الحكومية من بينها مقر البرلمان. عقد اليوم محافظ محافظات إقليم عدن ولجان الإقليم الأمنية اجتماعا حول الأحداث التي شهدت العاصمة صنعاء. وأكد البيان الصادر عن الاجتماع عن إدانته لما أسماها بالحماقات التي ارتكبها الحوثيون عبر الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية والتوافقية وما تلا ذلك من تقديم الرئيس هادي وحكومة الكفاءات استقالتهما. وقال المجتمعون أنهم حريصون على استتباب الأوضاع الأمنية والحفاظ على استقرار الحالة المعيشية لمواطني محافظات الإقليم. قد خرج الاجتماع بالقرارات الآتية: واحد، التأكيد على التمسك بالنظام الشرعي الدستوري ووحدة أمن وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وإدانة جميع مظاهر وأشكال الانقلاب العسكري الذي يمارسه الحوثيون في العاصمة صنعاء منذ 19 يناير الجاري وحتى يومنا هذا. اثنين، التمسك بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور جمهورية اليمن الاتحادية وبالأقاليم كشرط من شروط النظام واستكمال المرحلة الانتقالية بكل مترتباتها. ثلاثة، رفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية لدى الأجهزة العسكرية والأمنية واللجان الشعبية في الأقليم للتصدي لأي أعمال إرهابية وتوفير كل ما من شأنه ضمان أمن واستقرار المواطنين وحماية مؤسساتهم الخاصة والعامة. أربعة، التنسيق في جميع مستويات الأداء العسكري والأمني واللوجستي وفي مهامها المتعددة في محافظات أقليم عدن وإقرار عدم استلام التوجيهات إلا من قائد المنطقة العسكرية الرابعة. خمسة، الإدانة الشديدة لقطع بث قناة عدن الفضائية وتحويل بثها لقناة اليمن في صنعاء استولت عليها ميليشيات الحوثي لتتحول من قناة وطنية تعبر عن إرادة مواطني الأقليم واليمن بشكل عام بل وعلى المستوى الأقليمي الدولي وحصرها في فكر أحادي إقصائي يتحكم مفلسا في السياسة الإعلامية لقناة اليمن الفضائية ويلغي وفقا لتلك العقلية البائسة كل قنوات البث الفضائية الرسمية الأخرى سواء على مستوى الإقليم أو الوطن كله. ستة، دعوة كل القوى السياسية أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين والشباب والمرأة وقوى الحراك الجنوبي السلمي والمفكرين والمثقفين والإعلاميين لتضافر جهودهم دعما لاستقرار الأوضاع العامة وتطبيعها حفاظا على استتباب الأمن والسكينة في أقليم عدن والإسهام الفاعل في موازرة قيادة السلطة المحلية في مهمة تأمين الحياة وانتظامها. وصفت السلطة المحلية واللجنة الأمنية وممثل الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب في بيان صادر عن اجتماع مشترك لها وصفت ما جرى مؤخرا في العاصمة صنعاء من أحداث وتطورات بالانقلاب وأكدت رفضها تلقي أي أوامر تصدر من صنعاء. تفاصيل النقاط الواردة في بيان الاجتماع في التقرير التالي:
دنا اجتماع مشترك لقيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية بمأرب الانقلاب على المؤسسة الرئاسية وحكومة الكفاءات، وما رافق ذلك من اقتحام للمؤسسات الرمزية والسيادية ومحاصرة منازل الوزراء واستمرار اختطاف الدكتور أحمد بن مبارك. وأكد المجتمعون في بيان لهم وقوف أبناء مأرب إلى جانب المسلحة والأمن المرابطة بالمحافظة في مهمة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والمصالح العامة والمنشآت النفطية والكهربائية ومكافحة الإرهاب. وأكدوا أيضا أن قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية والقوى السياسية هي المسؤولة عن تسيير وإدارة شؤون المحافظة والمصالح العامة فيها، وعلى كل الجهات المدنية والعسكرية والأمنية بالمحافظة تنفيذ التوجيهات الصادرة من المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، وعدم التعامل مع أي توجيهات أخرى حتى تتضح الرؤية. وأقر الاجتماع إعادة تشكيل لجنة الدفاع الوطني بالمحافظة وفقا للمتغيرات والتطورات الجديدة، كما أقر تشكيل لجنة مختصة للتواصل مع محافظات إقليم سبأ وبقية الأقاليم الملتزمة بمخرجات الحوار بغرض تنسيق الجهود وتوحيد المواقف حيال المستجدات، مؤكدين تمسكهم بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذها عمليا بما في ذلك شكل الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة. ودان المجتمعون الحملة الإعلامية الظالمة والممنهجة ضد محافظة مأرب وأبنائها، وعبروا عن رفضهم للتوصيفات غير الأخلاقية بحقهم من قبل بعض وسائل الإعلام. أعلن الحراك التهامي بأنه يبارك ويؤيد بناء اليمن الاتحادي والانضمام إلى ما أعلنته أقاليم عدن حضرموت وسبا والجند، معتبرا إقليم تهامة جزءا لا يتجزأ من ذلك النسيج بعيدا عما يحاول الحوثيون فرضه بقوة السلاح. كما أكد الحراك التهامي أنه لا شرعية للحوثيين التي تحكم قبضتها على صنعاء والحديدة بقوة السلاح. وأضاف الحراك التهامي بأنه يعتبر مسلحي الحوثي محتلين للإقليم التهامي مسؤولين عما جرى ويجري من أحداث وما يؤول إليه حال البلاد، وعلى وجه الخصوص تهامة. أكدت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والقيادات والعسكرية وممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة حجة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ علي بن علي القيسي، أكدت على روح التفاهم والانسجام ووحدة الصف وتغليب المصلحة العامة واحتواء أي مظاهر أو خلافات مفتعلة، أكد توحيد الجهود في سبيل تدليل الصعاب وإنجاح الخطط التنموية. ودعوا كافة أبناء الوطن في مختلف المحافظات إلى توحيد الرؤية والهدف وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وعدم الاستجابة للدعوات الضيقة ذات الطابع المناطقي والمذهبي التي لا تخدم سوى أصحاب المشاريع الصغيرة وتصب في الاتجاهات المضرة بحاضر ومستقبل الوطن. قام وزير الكهرباء والطاقة المستقيل المهندس عبد الله الأكوع بإعادة توريد اعتمادات بدل سفر وقيمة تذاكر إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء، و تشير مذكرة موجهة من مكتب الوزير المستقيل إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء إلى توجيه الوزير المستقيل بإعادة ما تم صرفه من بدل السفر والنفريات وكذلك قيمة التذاكر وتوريدها إلى حساب المؤسسة نظرا لعدم سفره. إلى أهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء: انتفاضة شعبية جديدة تندد بالانقلاب وتطالب باستعادة مؤسسة الدولة. مسلح الحوثي يهاجمون بالرصاص الحي مسيرة حاشدة في الحديدة. اللجان الأمنية في أقاليم عدن ومأرب تعلن انحيازها إلى اليمن الاتحادي. تعز عدن أبيان. دمتم بخير، في أمان الله.